السلام عليكم شباب، شلونكم وشلون الصحة؟ شلون اموركم دنياكم؟ لو رجعنا لكم فيديو جديد من لعبة كلاش رويال. اليوم راح نلعب كلاش رويال، اليوم راح نلعب ويا اللي وارث كلمين ولا وارث المستوى. جيم اوفر. ما شلون اسد الزيت لتحية يعني عبال سبارك هو قوي من سبارك. انا عندي سعر تجميل وحدة، سعر تجميل هماتي. نشوف مين يفوز. ماذا من يشجعني منه انا؟ منه صارت عليه هجمة قوية يعني لأن سبارك كل الصعب هالهجمة ولا سبارك ولا عملاق وياهم ماس وزر. إن شاء الله أصدها ماس كتير. لا يضرب، لا زين ما ضرب ولا سبارك، بس إذا ضرب تقريبا تلش البرج ما يبقى من دم شي. نسوي عليه هجمة. من هاي اللعبة كلها صعبة. نذب العملاق الملك من الناقة، خلي سكلتو يطلع شوية حتى سبارك يضرب من عنده. ما خلي نذب باب القنبلة منه. ان شاء الله فوز، ما خلي مصطفى جيم اوفر يفوزني. يلا يا ساحر كتلي هذا سبارك. يلا عندنا سحر تجميد البلازيا باخر. لا زين لحقت علي اخر لحظة. مثل ما تشوفون اللعبة حامية وكلش قوية، بس الذبلة جنية ذبلة هاربول. ويا خلنا دمج من السباركي ماش كتير وسنزله بالقنبلة. آخر شي نذب سعر التجميل حتى العملاق. أنا هسه مسوي النهاية زاب وبربان. مرة قلتلكم عايشون صدون دي ما شوفون صدين سبار في هذا العملاق اللي أخذ دمج شوية، بس صديت هالهجمة الصعبة. صراحة نهجم عليه عرفت في البيت له بقنبلة، ما بقى شي من البربر تبخر كله. ان شاء الله راح اجيب النجمة. ان شاء الله ما بقى شي. هاي الهجمة يكون صدها، لا ما اخذ هاي الهجمة اخسر. هجمة كل الصعب بيها اسطوريين. يلا هم بالبرابرة ونشوف شنو يصير. بالي سباركي اللعبة كل الصعبة صارت. يلا هذا البربري والله راح يزيدنا البربر. صديت سباركين وهسه راح هاي البرابر هم ماتوا صديتهم. ان شاء الله فوزا. يلا يلا فزنا. مثل ما تشوفون فزنا على المصطفى جيم اوفر. كانت لعبة كلش قوية وصعبة. وهنا أنا وصلنا نهاية المقطع. لا تنسى تدوسلنا لايك واشتراك بالقناة. مع السلامة، ولا تنسى نشوف مقاطعنا القديمة.